السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد دبس الرمان أحد منتجات الفاكهة التي تمتاز بالمذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، إذ بغناه على مستوى مركبات الفلافونول فهو يحد من التهاب المفاصل. أما باحتوائه على الفيتامين سي فهو يعزز إنتاج الكولاجين المفيد لليونة البشرة. وأخيراً ما يهم السكري، فإن مؤشره الجليسيمي المرتفع يضمه للأطعمة التي يجب تناولها بحذر من قبل مرضى الداء. ومن هنا فإن كنت تعاني من السكري فينصح بتناول دبس الرمان باعتدال وفق الكمية التي سنكشف عنها في الحلقة القادمة. وختاماً لموضوعنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومة حول دبس الرمان. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.